بعد لم تتمكن مجموعات الاقتحام من دخول هذه النقطة. استمر القتال المتبادل بين قوات مجموعات الاقتحام وقوات العدو الموجودة في داخل النقطة. اكتوبر بدأت المحاولة الثانية لمجموعات الاقتحام لاقتحام النقطة القوية، ولكن نتيجة لضرب طيران صقور السلام هم أبطال مصر، أصحاب النصر وصانعوه، وهم حينما يحتفلون بأعياد انتصارهم إنما يعبرون بذلك عن أن رسالتهم المقدسة هي التي جاءت بالسلام ومهدت لها. فحمدا لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. على الشرف السلام الوطني، سلام
إن القوات المسلحة المصرية هي القوة التي فتحت بانتصار السلاح منطلقا نحو آفاق السلام العادل الذي يجنب المنطقة ويلات الحروب ويوقف نزيف دم أبنائها. إن القوات المسلحة هي الدرع الذي يحمي السلام، وهي القوة التي تؤمن طريق الحرية والعزة. من هنا فالقوات المسلحة تنفيذا لتعليماتكم لي يا سيادة الرئيس ستواصل العمل بكل عزم حتى تظل قوية متطورة تدريبا وتسليحا، وحتى تكون على أتم استعداد لأداء مهامها في كل وقت وفي كل اتجاه، مجسدة لدور مصر ومسؤولياتها العربية والإفريقية على حد سواء، ومشاركة بالمناسب من إمكانياتها وطاقتها في دفع عجلة البناء والتنمية. فالهدف أولا وأخيرا هو الخير لمصر أرضا وإنسانا، بناء وتعميرا، حرية وازدهارا. سيادة الرئيس، إن القوات المصطفة في الساحة أمام سيادتكم الآن هي قوات رمزية من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، اللذين كان لهما دورهما التاريخي البارز في معارك أكتوبر المجيدة. وقبل أن أصحبكم يا سيادة الرئيس في جولة تتفقدون فيها تلك القوات، أود وأنا ابن القوات المسلحة الذي يعرف طبيعة الإنسان المصري المقاتل أن أؤكد لسيادتكم أمرين. الأول، أن القوات المسلحة تدرك معنى أن تظل قوية ساهرة، وكيف ولماذا يتحتم أن تظل قوية ساهرة. والثاني، أنها لا تنسى ولن تنسى شهداءها الأبرار وجرحاها الأبطال الذين رسموا بتضحياتهم طريق مجد الوطن وعزته.